عفى الله عنك، إذا نوى الإنسان غسلا مسنونا وعمم جسمه بالماء بدون وضوء وبدون نية رفع الحدث، هل يرتفع الحدث عنه؟ الذي أرى أنه لا يرتفع الحدث، إذا نوى غسلا مسنونا لا يرتفع الحدث لأنه لم ينوي رفع الحدث. مثل لو اغتسل من غسل الميت، إذا غسل الميت يسن أن يغتسل فإنه لا ينزع عن الحدث، وإذا كان لا ينزع عن الجنابة، لو كان عليه جنابة فلا ينزع أيضا عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ. كما أن غسل الجمعة هو واجب في المرأة لا ينزع عن الوضوء، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث وإنما هو للتطهر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم يومكم هذا فهو لا ينزع عن الوضوء. الذي ينزع عن الوضوء هو غسل الجنابة فقط. هل يقوم يا شيخ الغسل من الجنابة مقام الوضوء؟ اي نعم، اذا كان الانسان جنابة واغتسل مع المضمضة والاستنشاق كفى عن الوضوء، بقول الله تعالى: وان كنتم جنبا فتطهروا، ولم يذكر وضوءا.